شهر أيار رح نبدأ مشوار، لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل أحد وثلاثة الساعة 5 المساء مع سلام ديك. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي بالبلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم أوروبا في فلسطين. ما كنتوا مساء الخير وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم أوروبا في فلسطين، حلقتنا مليانة بالربح والمعلومات. رح يكون معنا بالهندسة الإذاعية بهاب عواد المعصب اليوم، ومن الإعداد والتقديم سلام الديك، أما في التقارير زين الصدوقة. في هذه الحلقة من برنامج أوروبا في فلسطين رح نعرفكم أكثر وبتفصيل على مشروع بعثة الشرطة الأوروبية، وذلك في إطار دور الاتحاد الأوروبي في تقديم ما يدعم تحقيق سيادة القانون الفلسطيني، خاصة في مجال قدرات المؤسسات القضائية والأمنية. بس قبل ما نفوت بحلقة قطنا رح نحكي لكم اسم الرابحة بسؤال الرسائل القصيرة من الحلقة الماضية، وهي روان سليمان داود ريحان، وربحت معنا جائزة بقيمتها 200 يورو. إذن روان سليمان داود ريحان هي الرابحة معنا بسؤال الأسماس من الحلقة الماضية. كما نحن عندنا اليوم سؤال الأسماس وأربع أسئلة، الأربع أسئلة بالاتصال مباشر وتجاوبوا عليها من خلال اتصالكم على الأرقام 2-4-2-1-3-2-3. أما سؤال الأسماس لحلقتنا لهذا اليوم هو: خصص الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية للعام الماضي، فكم خصص لهذا الغرض هذا العام؟ 18 مليون، 7 مليون، 5 مليون أو 20 مليون؟ هذا السؤال جائزته بقيمة 200 يورو، بتقدروا تجاوب عليه من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37577 من جوال أو من وطنية على الرقم 63858، وأيضا بتقدروا تتابعوا سؤال الأسماس من خلال موقع وطن للأنباء وطن.tv. راح نروح لمشروع بعثة الشرطة الأوروبية والتقرير التالي مع زينة صندوقها. باشرت بعثة الشرطة الأوروبية مهامها في الأول من شهر كانون الثاني يناير من عام 2006 تحت إشراف ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهي تعبير صادق عن استعداد قادة الاتحاد الأوروبي الذين أعربوا عنه في حزيران يونيو من عام 2004، وتجسيدا لرغبتهم الحقيقية في تقديم الدعم إلى السلطة الفلسطينية بغية تحمل المسؤولية لبسط القانون والنظام عبر الارتقاء بقدرات الشرطة المدنية الفلسطينية وتمكينها من إنفاذ القانون. وتهدف البعثة إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون، أخذة بعين الاعتبار الملكية الفلسطينية بما يتفق والمعايير الدولية، وبالتعاون مع برامج بناء المؤسسات التابعة إلى الاتحاد الأوروبي والتي تعقدها المفوضية الأوروبية، ومع الجهود الدولية الحثيثة ضمن السياق الأوسع لقطاع الأمن بما في ذلك إصلاح قطاع العدالة الجنائية. وتتألف هذه البعثة من ثلاثة أقسام: قسم سيادة القانون، وقسم مستشاري الشرطة، وقسم البرامج. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي، سويا نكمل اللوحة. أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي يأتيكم من استوديوهات إذاعة راي أف أم في رام الله، وعبر الإذاعات الشركة التالية: بير زيت شباب أف أم، مزاج أف أم، جفرة أمان، البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، إيزيس، الرابعة، سراج، ألوان، الشعب، المنار، سما أف أم، أريحة أف أم، وحياة أف أم. ومن ذكركم باسم الرابحة من الأسماس بالحلقة الماضية، وهي روان سليمان داود ريحان، كسبت معنا جائزة بقيمة 200 يورو. أما سؤال الأسماس بحلقتنا لليوم فهو: كم خصص الاتحاد الأوروبي هذا العام لدعم قطاع المياه والصرف الصحي؟ 18 مليون أو 7 مليون، 5 مليون أو 20 مليون؟ تقدروا تجاوبوا على هذا السؤال من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37577 من جوال أو من وطنية على الرقم 63858. هلأ رح نروح معكم للأسئلة بالاتصالات المباشرة ومنقول مساء الخير. مساء النور. هلا بيك، مين معنا ومن وين؟ تفضل.
معك سائد من عناتة. سائد من عناتة. سائد، السؤال بيقول لك أين يوجد برج بيزا المائل؟ في النمسا، ألمانيا، هولندا أو إيطاليا؟ في إيطاليا. إيطاليا يا سيد، شكرا على إجابتك، إن شاء الله تكون صحيحة، واتصالاتكم بالأسئلة المباشرة نستقبلها على أرقامنا 2-4-2-1-3-2-3. مساء الخير. انقطع الاتصال، لحكونا على 2-4-2-1-3-2-3. والإذاعات الشريكة هي على النحو التالي، طبعا البرنامج يأتيكم من استوديوهات راي أف أم في رام الله، والإذاعات الشريكة التالي هي بيرزة شباب أف أم، مزاج أف أم، جفرة، أمان، البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، إزيس، الرابعة، سراج، ألوان، الشعب، المنار، سما أف أم، أريحة أف أم، وحياة أف أم. وأيضا اتصالاتكم المباشرة مخصصين إلها، إحنا 4 أسئلة، قيمة الجائزة لكل سؤال منها هي 50 يورو. اتصالاتكم كمان مرة من ذكركم بالرقم على 2-4-2-1-3-2-3. مساء الخير. أنا مساء الخير. مساء النور، تفضلي، مين معنا؟ ابتسام. مين؟ ابتسام. ابتسام من وين يا ابتسام؟ من رام الله. من رام الله. ابتسام، السؤال بيقول لك أي الدول الأوروبية التالية فيها أعلى نسبة من الأمية؟ البرتغال، النمسا، السويد ولا اليونان؟ ساعدني. من ساعدك، البرتغال، النمسا، السويد أو اليونان؟ يلا. اليونان. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا ابتسام، خليك معنا لختام الحلقة لتعرف إذا كنت من الرابحين أو لا. مساء الخير، اتصال جديد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعني من التليفون ووطي صوت الراديو عندك لو سمحت، مين معنا؟ بحكي معك حسام غوادري. حسام غوادري من وين؟ من جنين. من جنين. حسام، السؤال بيقول لك يا صديقي العزيز، ما هي عاصمة ليتوانيا؟ هل هي فيلنيوس أو بودابست، بوخارست أو باريس؟ يلا يا حسام، عاصمة ليتوانيا هل هي فيلنيوس أو بودابست، بوخارست أو باريس؟ الأولى. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، اللي هي فيلنيوس، واستنانا لآخر الحلقة لنشوف إذا إجابتك صحيحة أو لا. اتصالاتكم مكملين فيها على 2-4-2-1-3-2-3. مساء الخير والمحبة، أوروبا في فلسطين، مين معنا؟ ألو. أيوة تفضلي، مين معنا؟ مساء الخير. مساء النور، مين معنا؟ سارة. سارة من وين يا سارة؟ من نابلس. من نابلس. سارة، سؤال بيقول لك تحت شعار أمل مشترك لمستقبل أفضل، نظم في رام الله معرض بمناسبة يوم أوروبا، فمتى يحتفل بيوم أوروبا؟ هل في 9 من أيار من كل عام، 10 من أيار، 8 من أيار أو 6 من أيار؟ ساعدني. من ساعدك، 9، 10، 8 أو 6؟ 9. إيش؟ 9. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا سارة، خليك معنا لختام الحلقة، وإحنا راح نكمل معكم الربح وأيضا فرص الربح والجوائز، لكن نرجع نحكي عن مشروع بعثة الشرطة الأوروبية، وهي المرة مع محمد السعدي، مسؤول الإعلام في بعثة الشرطة الأوروبية. محمد، يعني ما لك أن تضعنا في البداية في نظرة عامة حول أهمية هذه البعثة وكيفية عملها؟ هي بعثة بتتكون من شقين، في وحدة المساندة والمساعدة للشرطة، وكذلك في وحدة حقوق الإنسان. البعثة فيها تقريبا 17 دولة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وكندا، فيها عناصر من الشرطة الأوروبية المتخصصة في عدة مجالات شرطية، في العقوبات، في السجن، في حقوق الإنسان، في القضاء، في النيابة العامة، في خدمة السجون والرقابة وما إلى ذلك. بقوم المستشارين اللي من الشرطة في البعثة بالاستفادة من مراكمة الخبرات اللي جمعوها، ومشاركة هاي الخبرة مع نظرائهم في الشرطة المدنية الفلسطينية. طيب أستاذ محمد، أهم ما قمتم بإنجازه منذ بدء أعمال البعثة حتى الآن؟ بشكل أساسي احنا ركزنا على في قسم في الشرطة على مساعدة ومساندة وتقديم النصح والمشورة للشرطة المدنية الفلسطينية، وكذلك تدريب الكادر الشرطي في مجالات اختصاصه بشكل بدون، طبعا مع احترام حقوق الإنسان، هذا على صعيد الشرطي. على صعيد حقوق الإنسان قمنا بكثير من المهام في هذا المجال، من ضمنها دربنا قضاء، أرسلناهم في رحلات دراسية إلى فنلندا ودول أوروبية أخرى،
كذلك في الشرطة المدنية الفلسطينية ساعدنا في إيجاد قسم ريعنا في وحدة حماية الأسرة ووحدة النوع الاجتماعي. فكل هذه القضايا يعني وبالإضافة لكثير كثير من القضايا الأخرى إحنا ساهمنا من خلال الإرشاد وتقديم النصيحة لنظرائنا بالشرطة الفلسطينية بالتركيز على قضية اللي هي الملكية للشرطة الفلسطينية لأنها هي صاحبة الحق في ممارسة مهامها طبعا وهي لها الأولوية في كثير من القضايا. محمد السعدي مسؤول الإعلام في بعثة الشرطة الأوروبية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. أوروبا في فلسطين، مكمل معكم باتصالاتكم ومنرجع لفرص الربح على 2-4-2-1-3-2 أو 3. قبل هيك منذكركم بالرابحة من الاسمس بالحلقة الماضية وهي روان سليمان داود ريحان، كسبت معنا جائزة بقيمة 200 يورو. أما سؤال الرسائل القصيرة لهذه الحلقة، فكم خصص الاتحاد الأوروبي هذا العام لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية؟ 18 مليون، 7 مليون، 5 مليون أو 20 مليون؟ قيمة جائزة سؤال الاسمس هي 200 يورو، تقدروا تجاوبوا عليه من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37577 من جوال أو من وطنية على الرقم 63-58. اتصالاتكم بنستأنفها على 2-4-2-1-3-2-3. مساء الخير. هلا مساء الخيرات، مين معنا؟ جواد. جواد من وين يا جواد؟ من نابلس. من نابلس. جواد برج بيزا المائل وين موجود؟ في إيطاليا. في إيطاليا، إن شاء الله جاتك تكون صحيحة يا جواد. خليك معنا لختام الحلقة كمان اتصال. مساء الخير أوروبا في فلسطين، انتوا على الهواء. أهلا، مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. معك ألفت من غزة. ألفت من غزة، من وين؟ من غزة يا ألفت؟ من غزة نفسها. من غزة نفس المدينة. نعم. طيب يا ألفت، السؤال بيقول لك يا ألفت، متى يحتفل بيوم أوروبا؟ هل في 9 من أيار، 10 من أيار، 8 من أيار أو 6 من أيار؟ أربع اختيارات، 9، 10، 8، 6 من أيار طبعا كلهم. يلا يا ألفت. ممكن التاسع، ليش لا؟ خليكي معنا لختام الحلقة لتعرفي إذا جابتك صحيحة أو لا، واتصالاتكم على 2-4-2-1-3-3-3. مساء الخير. أنا مساء نايد. أهلا، مين معنا؟ تفضلي. معك هنيدة. طيب كمان مرة الاسم. هنيدة. هنيدة، من وين يا هنيدة؟ من نابلس. من نابلس، حكيتي معنا بالهيك صح؟ اه. طيب يا هنيدة، السؤال بيقول لك وين راحوا الأسئلة؟ طيب هاي الأسئلة، ما هي عاصمة ليتوانيا؟ هل هي فيلنيوس أو بودابست، بوخارست أو باريس؟ الأول. إيش الأول؟ فيلنيوس. اه. طيب يا هنيدة، إن شاء الله جابتك تكون صحيحة. 2-4-2-1-3-3 واتصالاتكم على الأسئلة المباشرة. مساء الخير. ألو، يا سكراسي. أهلا وسهلا. مع دعاء النتر. دعاء النتر، من وين يا دعاء؟ من الخليل. من الخليل. دعاء، السؤال بيقول لك أي الدول الأوروبية فيها أعلى نسبة من الأمية؟ هل هي البرتغال، النمسا، السويد أو اليونان؟ ساعدني شوي. من ساعدك. البرتغال، النمسا، السويد أو اليونان؟ البرتغال. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا دعاء، خليك معنا لختام الحلقة لتعرفي إذا إجابتك صحيحة أو لا. وإحنا مكملين معكم أوروبا في فلسطين، هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي، يأتيكم عبر استوديوهات راي أف أم في رام الله وعبر الإذاعة الشركة التالية: بيرزيت شباب أف أم، مزاج أف أم، جفرة، أمان، البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، إزيس، الرابعة، سراج، ألوان الشعب، المنار، سما أف أم، مريحة أف أم، وحياة أف أم. راح نكمل معكم بفرص الربح، لكن بعد ما نروح نرجع نحكي عن موضوعنا. طيب في معنا اتصالات، معلش ما بدناش نطول عليكم. مساء الخير. مساء الخير. الو، السلام عليكم. والرحمه والاكرام، مين معنا؟ تفضل. محمد غريب. محمد غريب، من وين يا محمد؟ من الخليل. من الخليل، حكيت معنا قبل هيك صح؟ نعم. محمد، عاصمه ليتوانيا فيلنيوس، بودابست، بوخارست، باريس؟ فيلنيوس. ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه محمد، خليك معنا لختام الحلقه. واخر اتصال قبل ما نروح هلا راح نروح. طيب راح نروح احنا مباشرة لنرجع نحكي عن مشروع بعثة الشرطة الأوروبية. هاي المرة حكينا مع مواطنة ومواطن، بيحكوا لنا هم عن انطباعهم حول بعثة الشرطة ويعني انعكاسها على تطور أداء الشرطة الفلسطينية.
علا، أنت من محافظة رام الله والبيرة، كيف تنظرين إلى النواحي الإيجابية المترتبة على دعم الاتحاد الأوروبي للشرطة الفلسطينية؟ يعني أخي سلام، بصراحة أنا بشوف إنه خطوة الاتحاد الأوروبي بتقديم هيك مساعدات للشرطة بتعزز دور الشرطة عنا بالبلد، مما بتعزز دور النظام، بالتالي بتعزز دور قيام مؤسسات ونظام في الدولة، وكله بصب في قيام دولة فلسطينية. فأنا بشوفه كتير إيجابي، بس ما أنا دائما يكون فينا مشاريع بتقوم على الاتحاد الأوروبي أو أي جهات تانية بتعود بالخير والنفع وقيادة النظام على الوطن. شكرا جزيلا لك مواطنة علا من محافظة رام الله والبيرة، شكرا لك. هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. كيف ترى تطور أداء الشرطة الفلسطينية في إطار الدعم الذي يقدمه لها الاتحاد الأوروبي؟ يعني أظن فعلا أنه الشرطة الفلسطينية أدائها في تقدم وفي تحسن مستمر في ظل الدعم اللي بتوافد إليها سواء من الاتحاد الأوروبي أو من غيره من الجهات المانحة، سواء كان على صعيد السرد أو على صعيد الأدوات اللي بنتلكوها، على صعيد السيارات، على صعيد حتى مستوى تعاملهم مع المواطن. فالدعم اللي بقدمه الاتحاد الأوروبي للشرطة الفلسطينية يسهم في تحسين أداء الشرطة الفلسطينية وتسهيل قيامها بمهماتها على أرض الواقع. شكرا جزيلا لأحد المواطنين وهو منجد أبو شرار، كنت معنا من محافظة الخليل، شكرا لك. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي. سؤال الاسمس لحلقتنا لليوم وجائزته بقيمة 200 يورو هو: كم خصص الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام؟ 18 مليون، 7 مليون، 5 مليون أو 20 مليون؟ تقدروا تجاوب على هذا السؤال من خلال اسمس على الرقم 37577 من جوال أو من وطنية على الرقم 6358. والرابحة من سؤال الاسمس بالحلقة الماضية هي روان سليمان داود ريحان من محافظة رام الله. أوروبا في فلسطين نأتيكم من استوديوهات راي أفام في رملة وعبر الإذاعات التالية أيضا: شباب بيرزيت، شباب أفام، مزاج أفام، جفرة، أمان، البلد، الغد، بانوراما أفام، بيت لحم 2000، إزيس، الرابعة، سراج، ألوان، الشعب، المنار، سما أفام، مريحة أفام، وحياة أفام. منستأنف اتصالاتكم ومشاركاتكم. مساء الخير. أهلا، مساء الخير. مساء النور، مين معنا؟ تفضلي. معك آية من نابلس. آية من نابلس، كيف نابلس يا آية؟ الحمد لله. طيب السؤال بيقول لك يا آية، السؤال بيقول لك: ما هي الدولة الأوروبية التي تحوي على أعلى نسبة من الأمية بين الدول التالية: البرتغال، النمسا، السويد أو اليونان؟ ممكن اليونان. يعني ممكن تكون اليونان وممكن ما تكونش اليونان، ففكر يلا. أساعدني شوي. طيب البرتغال ولا النمسا ولا السويد ولا اليونان؟ يلا عشان آخر اتصالات منا نحاول نساعدكم. البرتغال. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا خليك معنا لختام حلقتنا ولنعرف إذا كنت من الرابحين ولا. مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ تفضلي. ياسمين. من وين ياسمين؟ من كفر راعي. من كفر راعي جنين، صحيح؟ طيب ياسمين، برنامجنا برعاية الاتحاد الأوروبي، وسؤال بيقول لك: أين يوجد برج بيزا المائل؟ إيطاليا. في إيطاليا إن شاء الله، بتزوري إيطاليا بالسعادة والهنا. مكملين معكم، خليك إلى ختام الحلقة لتعرفي إذا جاتك صحيحة أو لا. من روح لآخر اتصال قبل ما نعمل القرعة، إن شاء الله ينضاف الاسم للقائمة. مساء الخير، مين معنا؟ ألو، مساء الخير. هلا، مساء النور. معك فايزة فريد من بيت لكيا. طيب بدك تسمي اسمك شوي شوي عشان أعرف أجمع مين معي. فوزي فريد من بيت لقيا. فوزي فريد من بيت لقيا. بيت لقيا نابلس مظبوط؟ لا لا، بيت لقيا قرى دواحة بتونيا. اها، طيب فوزي اعطيني اسمك الرباعي لانه بهاء ما سجله. فوزي ايش؟ فريد بدر ابو ديا. طيب فوزي فريد بدر ابو ديا. ابو ديا. طيب يا فوزي، فوزي السؤال بيقول لك وين؟ لا لا، احنا مستمعين اذا عمي. طيب هيك منيح؟ كويس. طيب هيك كويس. وين فكرك أكتر دولة فيها نسبة أمية يا فوزي من الدول التالية؟ في البرتغال ولا النمسا ولا السويد ولا اليونان؟ يلا. البرتغال. في البرتغال جنب إسبانيا، صح؟ يلا خليك معنا نعمل قرعة. هلا قبل القرعة راح القرعة راح يعملها زميلي بهاء،
خلينا نذكركم برقم الاس ام اس لليوم، ورقم الاس ام اس في حلقتنا لليوم هو كم خصص الاتحاد الاوروبي هذا العام لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الاراضي الفلسطينيه؟ 18 مليون، 7 مليون، 5 مليون او 20 مليون. تقدر تشاركوا عليه من خلال اس ام اس على الرقم 37577 من جوال، او من وطنيه على الرقم 63 58، وبتابعوا الاسئله ايضا على موقع وطن.tv. خليكم معنا لنعلنكم اسماء اللي ربحوا معنا بالاتصال المباشر. الأربع رابحين معنا كل حد فيهم كسب جائزة بقيمة 50 يورو، إذن الجائزة قيمتها 50 يورو، وهم سائد، آية، ومين كمان؟ حسام وألفت. إذن سائد، آية، حسام وألفت، كمان مرة سائد، آية، حسام، ألفت، كل حد فيكم كسب معنا جائزة بقيمة 50 يورو. اللي بيسأل عن كيفية استلام الجائزة، استنونا لآخر حلقة تقريبا ب10:06 بتكون، بعدها احنا بنعطيكم وين تروحوا تستلموا جائزتكم وكيف تستلموها، لحتى احنا توصلنا المعلومات كيف تستلموها. هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتحيات زميلي في الهندسة الإذاعية بهاء أبو عواد، ومن الإعداد والتقديم سلام الديك. لقاءنا بتجدد مع حضراتكم أوروبا في فلسطين يوم الأحد، وأيضا شكرا لكل الإذاعات الشركة وين مكانه، راية أف أم، بير زيت شباب، مزاج أف أم، جفرة، أمان البلد، الغد، بانوراما أف أم، بيت لحم 2000، إزيس، الرابعة، سراج ألوان، الشعب، المنار، سما أف أم، مريحة أف أم، حياة أف أم. هذا البرنامج يأتيكم عبر 18 إذاعة حول الوطن. أطيب المنى وإلى اللقاء. في شهر أيار رح نبدأ مشوار، لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل أحد وثلاثة الساعة 5 المساء مع سلام ديك. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي بالبلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم أوروبا في فلسطين.